استقرار عودة كريمة مع دستور السماء والأرض مع قابوس الهدى البشير سيدنا محمد عليه السلام آيات البينات من كتاب الله الحكيم فيه يتلوها على من سمع حضراتكم عالم أعلى بالقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد بدوي القارئ المعروف بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي العربي والمبنط أيضا من مدرسة الفزيات محافظة الغربية سائلين الله له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع فليتفضل سيادته مشهورا مقبولا من الله. الشيخ عبد العزيز عبد الحميد بدوي القارئ المعروف بالبلاد العربية والإسلامية والمقيم في التلجمون محافظة الغربية فليتفضل مشكورا مأجورا.
You
Thank you.
سجلها لكم أخوكم أشرف عيسى كف السلام.